بسم الله الرحمن الرحيم. بمحاضرتنا اليوم يا شباب راح نكمل موضوعنا بشابتر 8. الآن زي ما أخذنا سابقا يا شباب، الانستركشن فورمات تاعيتي مكون من 3 أجزاء. الجزء الأول هو الأوب كود، والجزء الثاني هو المود، والجزء الثالث هو الادرس. وبالتالي يا شباب الانستركشن تاعيتي الانستركشن فورمات تاعيتنا مكون من 3 فيلدز. فالفيلد الاول اللي هو الاوب كود بيحدد لي شو الاوبريشن اللي راح نجريها على الاوبرن تاعتنا. وبالتالي الاوب كود ممكن على سبيل المثال يكون اد، ممكن يكون سبتراك، ممكن يكون برانش الى اخره. وبالتالي هذا الجزء بيحدد شو الاوبريشن اللي احنا راح نجريها. اما الجزء الاخر هو جزء الادرس، وهذا الجزء اللي هو الادرس فيلد بيحتوي يا شباب على الميموري ادرس او الميموري ادريسز، يعني بيحتوي على عنوان ذاكره او عناوين ذاكره، وبيحتوي كمان على الريجستر او مجموعه الريجسترات اللي احنا بدنا نجري عليها الاوبريشن. وزي ما اخذنا سابقا يا شباب، جزء الادرس ممكن يكون هذا الجزء مكون من عده اجزاء. فبالتالي جزء الادرس هذا، اوكي، الادرس فيلد ممكن يكون اوكي مكون من 3 أجزاء، اوكي. وبهاي الحالة الانستركشن تاعيتي بتكون او بنسميها احنا اوكي بنسميها 3 address instruction. الان بهذول ال3 أجزاء، اوكي، بجزء الادرس جزء راح يحدد الادرس او الميموري ادرس، اوكي، او طبعا ممكن يكون رقم الريجستر للسورس الاول. والجزء الثاني راح يكون يحدد الادرس او رقم الريجستر للجزء الثاني، والجزء ده اللي هو للسورس الثاني. اما الجزء الثالث فراح يحدد لي الادرس او رقم الريجستر للديستنيشن. وبالتالي بهاي الحاله بنحكي عن هذا هاي الانستركشن انها 3 ادرس انستركشن. وكمان يا شباب اخذنا انه جزء الادرس يا شباب الادرس فيلد ممكن يكون مقسم لجزئين. وبهاي الحالة لما يكون مقسم لجزئين راح يكون الجزء الأول من جزء الأدرس، أوكي، راح يحدد لي اللي هو الميموري أو رقم الريجستر الخاص بالسورس. أما الجزء الثاني من الأدرس راح يكون في الأدرس أو رقم الريجستر لمين؟ للديستنيشن، لجزء الديستنيشن. أوكي، وبالتالي هاي الانستركشن كنا نسميها إيش يا شباب؟ اللي هو 2 address instruction. اوكي، وكمان الشباب حكينا انه جزء الادرس ممكن يكون مكون من جزء واحد، وبالتالي بهاي الحاله يا شباب، اوكي، راح يكون بهاي الحاله راح يكون هذا الجزء راح يحدد لي عنوان او رقم الريجستر لمين يا شباب؟ لرقم الريجستر للسورس اللي بدنا نجري عليه العمليه اللي هو او اللي بدنا نجري عليه الاوبريشن. طبعا جزء واحد يسأل وين الجزء الثاني؟ الجزء الثاني هو ضمنيا الاكيوموليتر. اوكي، وبالتالي هذا النوع من الانستركشن زي اللي اخذناه بشابتر 5 وبشابتر 7 كنا نسميه 1 address instruction. اما يا شباب، اوكي، النوع الاخير، اوكي، اللي حكينا عنه انه ممكن جزء الادرس ما يكون موجود او غير محدد، وبالتالي بهي الحاله، اوكي، زي ما حكينا عنه سابقا، هذا النوع اللي هو كان اسمه زيرو ادرس انستركشن. وبالتالي جزء الادرس زي ما شفتوا هذا بيحدد الميموري ادرس او الميموري ادريسز او الريجستر نمبر او ريجستر الريجسترز نمبرز، اوكي، لمين؟ للاوبرند اللي بدنا نجري عليها الاوبريشن. اما بمحاضرتنا اليوم يا شباب راح نتحدث عن الجزء الثالث من الانستركشن فورمات وهو المود. اوكي، فراح نشوف شو المقصود بالمود، اوكي، وبالتالي برضه راح نشوف شو فائده هذا الجزء من الانستركشن فورمات. الان يا شباب جزء المود، اوكي، هذا الجزء او بنسميه احنا الادريسنج مود، هذا الجزء يا شباب راح يحدد لي طريقه تحديد الاوبرند، اوكي، طريقه تحديد الاوبرند او طريقه تحديد الافكتيف ادرس. وبالتالي يا شباب احنا رايحين نحدد شو الاوبرند اللي راح ايش راح نجري عمليه الاوبريشن عليها، وراح نحدد الافكتيف ادرس من هذا الجزء اللي موجود عندي هون.
وبالتالي يا شباب الادرسنج مود هي عبارة عن الطريقة اللي بتخلينا نحدد احنا من جزء الادرسات من هذا الجزء، بتخلينا نحدد اللي هو الاوبرن تاعنا او الافكتيف ادرس. اوكي، وبالتالي هذا هو وظيفة المود وين بالانستركشن فورمات تاعتنا. إذا مرة ثانية، وظيفة المود بالإنستركشن فورمات تاعتنا هي عبارة عن طريقة منحدد من خلالها الأوبرند اللي من نجري عليه الأوبريشن، الأوبرند اللي من نجري عليه الأوبريشن أو الإفكتيف أدرس. طبعا من وين منحدده؟ من هذا الجزء. وبالتالي شباب هاي العملية منسميها إحنا إيش؟ الأدرسينج مود. الآن يا شباب فعلياً إحنا درسنا نوعين من المود الرئيسيات. درسنا يا شباب اللي هو الدايركت مود والإندايركت مود. فكان عندنا الإنستركشن فورمات اللي أخذناها بشابتر 5 وبشابتر 7، كانت عندنا في عندنا بت اسمها I، وهاي الI بت كانت إما تكون صفر أو واحد. وبالتالي بحالة الصفر كانت الإنستركشن تاعيتي المود تاعيتها دايركت، وبحالة الواحد كانت المود تاعيته indirect. هذول هن المودين الرئيسيات اللي درسناهم بالميموري ريفرنس انستركشن. الآن احنا هنا بهاي المحاضرة ان شاء الله رح ندرس باقي المود اللي ممكن نلاقيها بالكمبيوترز او بالبروسيسرز الحديثة. وبالتالي عندنا رحين الآن ندرس كل المود اوكي الشائعة اللي ممكن نلاقيها بالبروسيسورز وبالمعالجات الموجودة أوكي، واللي ممكن إحنا ندرسها لاحقاً. فراحين ندرس باقي المودز. الآن يا شباب أول أدرس مود رح نحكي عنه اللي هو عبارة عن اسمه الإمبلايد مود. الإمبلايد مود بهاي الحالة يا شباب بالإمبلايد مود فعلياً من اسمه بهذا المود يا شباب بيكون عندنا الأوبرانت أوكي بيتم تحديده بشكل ضمني أوكي ضمن الانستركشن ديفينيشن. مرة ثانية يا شباب الأوبرانتز اللي راح نتعامل معها أو عنوان الأوبرانت راح يكون موجود بشكل ضمني ضمن تعريف الانستركشن. مثال على هذا المود اللي هو الريجستر ريفرنس انستركشن. فبالريجستر ريفرنس انستركشن زي الكومبليمنت اكيوموليتر وكلير اكيوموليتر وانكريمنت، هذول شباب من ضمن تعريف الانستركشن الاوبرند وين موجود؟ موجود بالاكيوموليتر، وبالتالي الاوبرند راح يكون موجود ضمنيا بالاكيوموليتر. يعني ما في داعي احنا نقول انه الاوبرند تاعي بالاكيوموليتر. اوكي، فزي ما بتعرفوا كومبليمنت وكلير وانكريمنت هذول ايش بيعمل لي؟ بيعمل لي يا شباب بيعمل لي تغيير على اوكي او بيجرن الاوبريشن على محتوى الاكيوموليتر، فهو ضمنيا. وبالتالي بتلاحظوا انه بالانستركشن فورمات تاعتنا ما في جزء لمين؟ لجزء الادرس، لانه ضمنيا الاوبرن تاعي موجود بالاكيوموليتر. وكمان يا شباب وين ممكن نوجد هذا النوع؟ بالزيرو ادرس انستركشن. الزيرو ادرس انستركشن بالستاك اورجنايزيشن برضو يا شباب ما مش راح يكون عندنا اوكي مش راح يكون عندنا جزء للادرس للادرس فيل. ليش؟ لانه ضمنيا يا شباب ضمنيا الاوبريشن راح نجريها على التوب اوف ستاك، على التوب اوف ستاك تاعتنا، وبالتالي مش راحين تلاقوا جزء خاص لمين؟ للادرس فيلد. مش راحين تلاقوا جزء خاص للادرس فيلد. فهذا شو بنسميه شباب؟ الامبلايد مود. طبعا يا شباب بدنا ننتبه انه هذا هو عباره عن الانستركشن في عن الانستركشن فيلد تاعتنا. بتلاحظوا مقسم لجزئين، جزء اللي هو بيحدد لي الاوب كود الاوبريشن اللي راح نجريها، والجزء الثاني بيحدد لي الباينري كود للمود. فمثلا ممكن لو كان المود على سبيل المثال طبعا 00 كله صفار معناته امبلايد مود. بهاي الحاله 100% بيكون جزء الادرس اللي ما نجري او الاوبرند اللي ما نجري عليه الاوبريشن اوكي بيكون ضمنيا ضمن تعريف الانستركشن تاعتنا. اوكي، وبالتالي شباب هذا بنسميه الامبلايد مود. الان شباب المود الثاني
اللي رايحين نحكي عنه واللي ممكن يكون موجود عندنا بالانستركشن، اوكي، اللي هو الاميديت مود. اميديت مود، الاميديت مود يا شباب بيكون عند الاوبرند. وين موجود الاوبرند تاعي؟ بيكون موجود ضمن الانستركشن اتسلف، يعني بيكون موجود بالانستركشن نفسه. وبالتالي بهذا المود راح يكون عندنا الاوب كود، راح يكون عندنا بتات بتحدد لي المود. طبعا اكيد هذول البتات لما يطلع البروسيسر عليهم راح تكون هذول المود بتات هن خاصات لمين؟ للاميديت مود. فمثلا ممكن نقول 001 على سبيل المثال هو اميديت مود، اوكي. طبعا هذا مثال، فبالتالي هذول البتات بحدد الاميديت. الان لما البروسيسر يطلع على المود ويشوف انه اميديت، طوالي بعرف انه الاوبرند تاعنا وين موجود؟ ضمن الانستركشن تاعيتنا، فبالتالي راح يكون الاوبرند ضمن الانستركشن، اوكي. فبالتالي هذا جزء الادرس فيلد بيكون فيه الاوبرند، هذا بنسميه اميديت. طيب طبعا هذا الاميديت مود يا شباب يستخدم، اوكي، لما بدنا نعمل انيشاليزنج لريجستر بقيمه ثابته، فبالتالي بنستخدم هذا المود. كمثال عليه، اوكي، ممكن واحد هيك يكتب، اطلعوا لي والله يا شباب على هذا المثال، ممكن يكتب هيك لود، اوكي، لود اشاره الهاش بعدينك النمبر تاعنا. هاي معناه، اوكي، هذا الرمز يا شباب بالاسمبلي لانجوج لما نكتبه، هذا معناه انه هذا الجزء يا شباب هو عباره عن immediate mode. اوكي، immediate mode هذا شو بيعني؟ اوكي، هذا immediate mode معناته حطوا لي هاي القيمه وين يا شباب؟ بالاكيوموليتر. فبالتالي لما تتنفذ هاي الانستركشن راح تلود لي هاي القيمه اللي هو الان بي ار داخل الاكيوموليتر. وبالتالي لاحظوا يا شباب، راح تلاحظوا انه النمبر تاعي او الفاليو تاعيتي موجوده بالانستركشن اتسلف. وبالتالي لو كنا احنا حاطين لود مثلا 5، طبعا من ننتبه هاي لما لو تحولوها لماشين او لهكس كود، هاي اللود راح تلاقوا انه الخمسه راح تكون وين موجوده؟ هون جزء الاوبرند، طبعا بتكون موجوده الخمسه هون. فهاي شو راح تعمل لود خمسه؟ طبعا تنطلع وانه المود تاعي هو عباره عن اميديت. كيف عرفت انا؟ من الاشاره هاي. طبعا هذا المود راح يترجم لبتات بالباينري، تمام، مشان يعرف البروسيسور لما ينفذ انه ايش قاعد بنفذ بالاميديت. هاي مباشره الجمله شو راح تعمل لي؟ راح تخزن لي الخمسه وين يا شباب؟ بالاكيوموليتر. اوكي، هذا المقصود بالاميديت مود. بتلاحظوا وظيفته كانه اعطاء قيمه ابتدائيه للاكيوموليتر تاعي. طيب هذا بنسميه اميديت. الآن يا شباب المود الآخر اللي رايحين نحكي عنه هو اسمه ريجستر مود. ريجستر مود، اطلعوا يا شباب، بالريجستر مود راح تكون الانستركشن تاعيتي كالتالي، مقسمة كالتالي. راح تكون جزء الاوب كود بحدد لي شو الاوبريشن اللي من نجريها، بعدينك المود، هذا بالتات بحدد شو المود تاعنا. افترضوا انه هون البتات هو ريجستر مود. الان الجزء الثالث بيحدد لي يا شباب رقم الريجستر تاعي، هذا بنسميه ريجستر فيلد. فمثلا عندنا هنا لو بالريجستر فيلد حاطين R1، هاي شو معناها يا شباب؟ هاي معناها، اوكي، انه الاوبرن تاعي راح يكون موجود داخل الريجستر R1. اوكي، انتبهوا يا شباب، اذا ادرس مود بيحدد لي فعليا الاوبرند تاعنا وين موجود، اوكي، وبيحدد لي كيف بدي اتعامل مع جزء الادرس فيلد او الريجستر فيلد. فبالتالي المود تاع الان اذا كان محدد كريجستر مود، اوكي، كريجستر مود، وبالتالي بهاي الحاله من ننتبه شباب انه لما ننفذ هاي الانستركشن راح يكون الاوبرند تاعنا وين موجود؟
موجود داخل، اذا طبعا اذا كان ريجستر مود، داخل الريجستر اللي رقمه محدد بالريجستر فيلد. اوكي، وبالتالي معناته بنروح على الريجستر ار1 وبناخذ الاوبرن تاعنا. وبالتالي يا شباب هذا هو عباره عن ايش؟ الاوبرن تاعنا اللي احنا بدنا نحصل عليه. فمثلا اطلعوا لي شباب، واحد كتب هون لود ار1، حيث ار1 هي ريجستر. الان هاي شو راح تعمل لي؟ لود ار1، اللود معناها حمل الاكيوموليتر. حمل الاكيوموليتر بايش؟ بما انه هذا شباب هو عباره عن ريجستر مود، معناته الان الاوبرن تاعي راح يكون وين؟ بالار1. ف100% الار1 راح نحطه وين؟ بالاكيوموليتر، محتوى الار1، محتوى الريجستر ار1. فبالتالي هذا بنسميه احنا ريجستر مود. الان بدنا ننتبه، الريجستر فيلد هذا هو بيمثل لي رقم الريجستر، وبالتالي اذا كان هذا الريجستر فيلد كي من البت، معناته هذا الانستركشن فورمات تايب تدعم لي 2 قوه كي من الريجسترات، 2 قوه كي من الريجسترات. تمام. ونفس الشيء شباب بالنسبه للمود، للمود هاي اذا لو كان هذا المود مثلا 3 بت، حجمه هذا 3 بت المود فيلد، معناته قديش عدد المود اللي راح يدعمهن الكمبيوتر تاعنا او البروسيسور تاعنا؟ قديش يا شباب؟ راح يكون 2 قوه 3، وبالتالي تمام راح يكون عندي 2 قوه 3، وبالتالي راح يكون عندي 8 مودز. طبعا ذاكرين احنا البروسيسور تاعنا الانستركشن تاعتنا كانت في عندنا بت واحد فقط لايش؟ للمود، بت رقم 15. فكانت عندنا اللي اخذناه احنا بشابتر 5 وشابتر 7 كان فقط بت واحده للمود، وبالتالي قديش كان عدد المود اللي كنا نحكي عنه؟ اللي هو 2. هو قديش عدد البت؟ بت واحده، وبالتالي كان عندنا فقط 2 مود، اللي هن ايش يا شباب؟ دايركت واندايركت. اوكي، لكن طبعا احنا بهذا الشابتر بنحكي عن كل المود اللي ممكن تواجهنا باي بروسيسور او اي معالج. وبالتالي شباب هذا بنسميه ريجستر مود. الان راح يكون بالار1 راح يكون يا شباب رمز اوكي او الكود للريجستر ار1 اللي هو رقم الريجستر ار1. طيب الان يا شباب المود التالي اللي بدنا نحكي عنه اسمه ريجستر اندايركت مود. ريجستر اندايركت، لاحظوا لازم نميز بيناتهم، هذا الموضوع يا شباب كثير مهم وبالتالي لازم نركز عليه. الريجستر اندايركت مود اوكي كيف بيشتغل؟ انتبهوا يا شباب اسمه ريجستر اندايركت، لاحظوا حكينا عن ريجستر مود، الان ريجستر اندايركت مود. هذا لما نكتب يا شباب راح نكتب الانستركشن تاعتنا وراح نكتب رقم، راح نكتب الريجستر تاعنا نحطه بين قوسين. الان لما تحطوا الريجستر تاعك بين قوسين معناته هذا اندايركت. طيب ايش معناه؟ ايش ترجمته؟ الان يا شباب هذا راح يكون راح يكون الافكتيف ادرس اوكي هو عباره عن محتوى الار1. الافكتيف ادرس هو عبارة عن الكونتنت للآر1، هيك ترجمته. يعني لو منا نعمل لود، انتو بتعرفوا اللود كيف بتشتغل، بتأخذ لي memory of effective address وبتحط لي إياه وين؟ بالأكيوموليتر. هيك اللود بتشتغل. طيب الآن لأنه المود تاعي، طلعوا لأنه المود تاعي هو register indirect، طبعا كيف عرفت؟ من خلال الأقواس الدائرية، معناته الآن الإفكتيف أدرس راح يكون هو الآر1، وبالتالي بهاي الحالة الميموري أوف آر1 أوكي راح هي اللي راح تكون الإفكتيف أدرس هو محتوى الآر1، وبالتالي معناته راح نجيب محتوى ميموري أوف الآر1 ونحطه يا شباب وين؟ بالاكيوموليتر. هيك يا شباب الريجستر اندايركت بتشتغل. طيب
الآن كيف يعني؟ طلعوا لي. الآن الانستركشن تاعتي راح تكون هيك مقسمة بكود ومود. افرض المود تاعي كان محدد كريجستر اندايركت مود. اوكي. الآن جزء الريجستر راح يكون ايش فيه شباب؟ في رقم الريجستر تاعنا. فافرضوا رقم الريجستر تاعنا هو R1. اوكي. فالآن كيف هاي الانستركشن راح تشتغل يا شباب؟ راح تشتغل كالتالي. اطلعوا على المود. اذا المود تاعي كان ريجستر اندايركت معناته هذا الريجستر اوكي على شو راح يحتوي؟ راح يحتوي على الافكتيف ادرس. معناته الان اوكي بروح على الريجستر ار1 بجيب قيمته، قيمته هي راح تكون الافكتيف ادرس. وبالتالي بما انها الانستركشن تاعيتي لود معناته راح اجيب ميموري اوف افكتيف ادرس واحطه بالاكيوموليتر، وبالتالي الريجستر تاعي معناته راح يحتوي على الميموري ادرس او الافكتيف ادرس للاوبرن تاعي. معناته بهاي الحاله الار1 هو بوينتر، وبالتالي بروح على الميموري وبجيب الاوبرن تاعي، وبالتالي الاوبرن راح يكون موجود بالميموري. شوفوا الفرق بين الريجستر مود والريجستر اندايركت مود. طبعا احنا لما نكتب الكود هاي الفرق بيناتهم. الان بدنا ننتبه كيف تنفيذ الانستركشن. اذا كانت ريجستر مود بجيب ال R1 وبحطه بالاكيوموليتر، اما اذا كان ريجستر اندايركت بتجيب الميموري اوف ار1 وبحطه بالاكيوموليتر. فبالتالي بالريجستر اندايركت معناته الريجستر بيحتوي على عنوان الاوبرند وين؟ بالذاكره. اوكي، بيحتوي على الافكتيف ادرس، وبالتالي بتجيب الاوبرند تاعي وبحطه وين؟ بالاكيوموليتر. معناته هذا الاوبرند هو اللي راح اخزنه داخل الاكيوموليتر. اوكي، الان خلينا نشوف المود الاخر. الان يا شباب في عندنا مود اوكي طبعا هو ريجستر اندايركت اوكي، بس فيهن خواص اضافيه اللي هن اسمهن اوتو انكريمنت والاوتو ديكريمنت مود. هذول خاصات يا شباب بالايش؟ بالريجستر اندايركت، اوتو انكريمنت واوتو ديكريمنت. بهذا الحالة يا شباب انتبهوا كيف راح تشتغل، راح يشتغل هذا النوع. لاحظوا هون شو كاتب لي؟ load R1 بين قوسين زائد. معناته يا شباب هاي عبارة عن ايش؟ auto increment بنسميه، هي register indirect with increment. طبعا هذا ايش؟ post increment. وفي عندنا ممكن يكون عندنا decrement، والديكريمنت تاعي ممكن يكون بري ديكريمنت. يعني لاحظ شو كاتب لي هنا، لود ماينس ار1. من ننتبه الان هذا عباره عن ريجستر اندايركت، هذا ريجستر اندايركت بس ايش؟ وذ انكريمنت، وذ ديكريمنت يعني بالتنقيص. طبعا هذا الديكريمنت راح يكون بري. الان كيف هاي الانستركشن راح تشتغل يا شباب؟ طلعوا خلينا نشوف هاي load R1 plus. أول شيء من اسمها هاي شباب load R1 plus، هاي راح تكون register indirect. يعني شو معنى register indirect؟ يعني الeffective address راح يكون محتوى ال R1، يعني الأوبرند تاعي إذا بدي الأوبرند راح يكون بالميموري. تمام، وبالتالي هاي شو راح تعمل للجملة load R1؟ هاي شباب راح تروح تجيب the memory of R1 وتحط لي اياه بالاكيوموليتر. فبتروح على الريجستر ار1 بتجيب قيمته، راح يكون هو عنوان الاوبرند، فبالتالي ميموري اوف ار1 بنحط بالاكيوموليتر. هاي اصلا ايش يا شباب؟ ريجستر اندايركت. تمام، لكن لحظه في عندنا هنا انكريمنت، فبالتالي والانكريمنت بوست يعني لاحق بوست،
فبالتالي بعد ما نعمل هاي الجملة شو بنعمل؟ محتوى الـ R1 بنزيد بواحد، وبالتالي بقول له R1 زائد واحد حطوا لي إياه بالـ R1. طبعا بس نخلص إيش عملية القراءة من الذاكرة، فبالتالي بقول له memory of R1 حطوا لي إياه بالأكيوميليتر. وبالتالي شباب هذا إيش هاي هيك الأوتو الإنكريمنت أو الأوتو ديكريمنت تشتغل بهذا المنطق. طبعا ليش عملية الزيادة حطيتها بعد؟ لأنه البلس مكتوبة بعد، إذن هيك بتشتغل. أما الجملة الثانية طلعوا لي على هذا المثال load minus R1، هاي أول شيء اسمها register indirect، register indirect with pre decrement، يعني في decrement طلعوا لي. لأن أول إشي راح أعمله محتوى الـ R1 راح أطرحه بواحد. ليش؟ لأنه الـ decrement وين موجودة؟ قبل. إذن الـ R1 بطرحه بواحد. بعد هيك شو بعمل؟ بعمل الـ register indirect. طيب الـ register indirect هذا لما يكون في عندنا أقواس دائرية، فالآن شو بنعمل؟ بنقول memory of R1 هيك register indirect خزنوا لي اياه يا شباب بالاكيوميليتر. هيك اللود، انا نفذت اللود، بجيب ميموري اوف افكتيف ادريس راح يكون محتوى الـ R1 بعد الطرح. من ننتبه بعد ما نطرح، اوكي، وايش بنخزنه؟ بالاكيوميليتر. وبالتالي شباب بيكون احنا فعليا اوكي عملنا ديكريمنت بالاول بهذا المثال، بعدينك memory of effective address راح يكون memory of R1 خزنوا لي اياه بالاكيوميليتر، وبالتالي بكون انا قرات الاوبرن تاعي وخزنته بالاكيوميليتر. طيب الان كيف الانستركشن تاعيته بدها تكون مكتوبه؟ بده يكون موجود هون الاوب كود. تمام، الان هذا المود راح يكون فيه الباينري كود للاوتو انكريمنت او الاوتو ديكريمنت. تمام، هاي ما ننتبه لها. الآن بالجزء الثالث راح يكون هو الريجستر تاعي اللي فيه الإفكتيف أدرس اللي راح أجري عليه الأوبريشن تاعيتي. ما ننتبه هون بيكون رقم الريجستر. الآن بيجي البروسيسر بتطلع على المود، طبعا هذا البروسيسر لما ينفذ بتطلع على المود راح يلاقيه يا أوتو إنكريمنت أو أوتو ديكريمنت، طبعا بري او بوست. تمام، بري او بوست، طبعا كله اوتو انكريمنت سواء بري او بوست او اوتو ديكريمنت بري او بوست. بهاي الحاله شو راح يعمل البروسيسور؟ اوكي راح ينفذ الاوبريشن زي احنا ما شرحناها بالمثال اللي امامكم. فتطلعوا لي مره ثانيه، خليني اشرح هاي لود R1 بلس، طبعا هاي لما تتحول لماشين راح تكون الاوب كود تاع اللود. المود راح يكون الاوب كود تاع مين؟ تاع الاوتو انكريمنت اللي بوست اوتو انكريمنت، فهون راح يكون البوست، وهون راح يكون رقم الريجستر R1، هيك فقط بيكون مكتوب. فطوالي البروسيسور لما يلاقي هاي الانستركشن، طبعا احنا هيك بنكون مكتوب كاتبينها بالهاي ليفل لانجوج، فطوالي شو راح يعمل؟ راح يعرف البروسيسور انه الافكتيف ادرس موجود بالR1، وبالتالي 100% راح يكون الادرس للاوبرن تاعي موجود بالR1، وبالتالي راح يقول له الان ميموري اوف R1 خزنوه بالاكيوميليتر. هيك اللود بتشتغل. فبالتالي الان راح نروح على الR1، معناته الR1 100% راح يكون في الادرس للاوبرن تاعنا. هاي المقصود بالميموري اوف R1، يعني الR1 بيحتوي على الادرس. وبالتالي الان بنروح بنجيب الاوبرن تاعنا وبنحطه بالاكيوميليتر. اذا في الاكيوميليتر راح تكون هاي القيمه اللي هون. بعدينك شو بنعمل؟ نعمل انكريمنت، وبالتالي الخطوه اللي وراها محتوى الR1 اللي هو الR1 ريجستر بزيده بواحد. وبالتالي بهاي الحالة بنكون زدنا الأكيوموليتر تاعنا بواحد، زدنا عفوا الريجستر تاعنا اللي هو R1 هنا هو اللي زدناه بواحد. أكيوموليتر خلاص حطينا فيه الأوبرند اللي إحنا بدنا إياه.
اوكي، هاي شباب الاوتو انكريمنت والاوتو ديكريمنت. الان يا شباب في عندنا مود اخر، وهذا المود كثير مهم. هذا المود يا شباب اسمه دايركت ادرس مود. اوكي، طبعا هذا اخذناه احنا حكينا عنه، الدايركت ادرس مود. اوكي، الان بالدايركت ادرس مود بتكون الانستركشن تاعيتي بتحتوي على عنوان الاوبرند او على الافكتيف ادرس. اوكي، على الافكتيف ادرس، وبالتالي الانستركشن تاعيتنا بيكون فيها الافكتيف ادرس داخلها، وبالتالي الانستركشن تاعيتي راح تكون فيها الاوب كود، بعدين المود، طبعا ان من البت، ان من البتات. اوكي، ان بت طبعا، وبالتالي راح تدعم لي 2 تو ذا باور ان من المود. تمام، طبعا هذا الرقم اللي بنحطه هنا هذا بحدد لي ايش المود تاعي. طبعا لكل مود اكيد له باينري كود خاص فيه، في تيبل وبكون معروف هذا شو الباينري كود. تمام، فبالتالي هذا بنسميه احنا دايركت ادرس مود. الان بهذا يا شباب المود، اذا كان عندنا المود دايركت ادرس، فبيكون جزء هذا الجزء اللي هو جزء الادرس فيلد بيكون هو عباره عن عنوان الاوبرند تاعي. فمثلا لو هون في 100، فبالتالي 100% راح يكون هذا ال 100 هو عنوان الاوبرند تاعي وهو الافكتيف ادرس. فطوالي منروح منجيب الميموري اوف افكتيف ادرس اللي هو الاوبرند تاعي ومنحطه بالاكيوميليتر لو كانت الانستركشن تاعي تي لود. وبالتالي هاي شباب فيما يخص الدايركت ادرس مود. اوكي، فالان شو بنروح الافكتيف ادرس هذا هو راح يكون، وبالتالي لو كانت الجمله لود راح نجيب ميموري اوف افكتيف ادرس وراح نحطه بالاكيوميليتر لو كانت الجمله الاوب كود لود طبعا. وبالتالي راح اجيب الاوبرند تاعي من الادرس اللي محدد بالانستركشن وراح نحطه وين يا شباب بالاكيوميليتر. طيب طلعوا لي شباب كيف بنكتبه، نكتب لود وراء الادرس تاعي او ليبل. طبعا بتعرفوا الليبل تمثل ادرس، فهيك الواحد بكتب لود بعدين هيك الادرس. تمام، الان هاي كيف تنفيذها؟ لما تشوفوها هاي 100% شباب راح تترجم لدايركت ادرس مود. طبعا هون بكون مكتوب لود 100 مثلا، لود 100، او بكون مكتوب لود ليبل وهذا الليبل قيمته 100. تمام، فمية بالمية الآن راح يكون الإفكتيف أدرس هو عبارة عن إيش يا شباب؟ هو عبارة عن الإفكتيف أدرس هو قيمة الـ ADR، قيمة هذا الثابت اللي هو الأدرس. الآن شو راح نعمل هنا؟ بما إنها هاي معناته هاي هي دايركت أدرس مود، معناته بهاي الحالة الإفكتيف أدرس هو الـ ADR، وبالتالي لما تتنفذ اللود راح تجيب ميموري أوف إفكتيف أدرس ميموري أوف ADR وتحط لي إياه بالأكيوميليتر. إحنا هون كل أمثلتنا على اللود، أوكي؟ لكن أي إنستركشن أخرى أكيد نفس المبدأ. أوكي؟ إذا هيك فعلياً بتشتغل الدايركت أدرس مود. طيب الآن الادرس مود اللي بدنا نحكي عنه الاخر هو اسمه indirect address mode، وهذا زي اللي اخذناه بالشابتر 5 و7. الindirect address mode بتكون الانستركشن تاعيتي، اذا كان المود indirect بتكون الانستركشن تاعيتي، اذا كانت المود indirect بتحتوي على ايش؟ على عنوان لعنوان الاوبرند، عنوان لعنوان الاوبرند، وبالتالي هذا العنوان هو العنوان اللي فيه عنوان الاوبرند. وبالتالي راح يكون الافكتيف ادرس مش هاي الادرس زي هون، راح يكون الافكتيف ادرس هو ميموري اوف هذا الادرس. وبالتالي عندنا بهذا المثال الافكتيف ادرس
اوكي راح يكون مثلا هون 100 بالمثال تاعنا. هذا هو الافكتيف ادرس. اوكي، وبالتالي لو كانت الجمله تاعيتي لود على سبيل المثال، فبهاي الحاله راح نروح على ميموري اوف 100. اوكي لاحظوا ميموري اوف 100 وراح نحطه وين؟ بالاكيوموليتر. تلاحظوا ميزوا بيناتهم الدايركت، لاحظوا الدايركت من اسمها العنوان المباشر، بتكون الانستركشن هيها تحتوي على العنوان المباشر للأوبرند. اما بحاله الاندايركت بيكون الانستركشن تاعيتي بتحتوي على العنوان الغير مباشر للأوبرند تاعي، وبالتالي لاحظوا وين العنوان تاع الأوبرند؟ هيو العنوان تاع الأوبرند 100. هيو العنوان تاع الأوبرند هو العنوان تاع الأوبرند هو المكان اللي بيأشر عليه ايش؟ الادرس. وبالتالي هذا المود بنسميه indirect، يعني العنوان غير المباشر، وبالتالي هاي القيمة بتأشر على عنوان الأوبرند. وهذا اصلا اخذناه احنا بالشابتر 5 وبالشابتر 7. طيب الان هذا كيف بنكتبه احنا ب راح يعني راح او كيف يكتب بالاسمبلي لانجوج تاعات البروسيسور؟ يكتب بالشكل اللي انتم شايفينه امامكم، هيك يكتب. طبعا احنا بالاسمبلي اللي تعلمناه، انتبهوا شباب، بالاسمبلي اللي تعلمناه بالشابتر 5 كيف كنا نكتبه؟ كنا نقول له لود اي دي ار ونحط له اي. لما تشوفوا اي معناته اندايركت، هيك كنا احنا نكتبه بالشابتر 5. لكن في له تمثيل اخر، طلعوا هذا هو تمثيله او رمزه الاخر. شو بكتبوا؟ لود الانستركشن ات اي دي ار. يعني لاحظوا هاي كيف تكتب بحاله الاندايركت بالاسمبلي وكيف تكتب بحاله الدايركت. هون بنكتب لود ادرس، هون بنكتب لود ات ادرس. هاي معناته لما نكتبها احنا هيك بالاسمبلي فبنقصد فيها اندايركت، وهاي راح تترجم بالمود للاندايركت. طيب بهاي الحاله اوكي هاي الانستركشن يا شباب اطلع عليها، هاي الانستركشن اندايركت. طبعا كيف راح تترجم؟ اول شيء راح نطلع الافكتيف ادرس. الافكتيف ادرس مش راح يكون ايه الاي دي ار، شو راح يكون؟ ميموري اوف اي دي ار، هذا هو الافكتيف ادرس، ميموري اوف اي دي ار. تمام، يعني هيو افكتيف ادرس هون ليس هذا الادرس، هو ميموري اوف ادرس، هذا هو الافكتيف ادرس. طيب اللود كيف بتشتغل؟ ميموري اوف افكتيف ادرس حطوا لي اياه بالاكيوميليتر، هيك بتشتغل اللود. طيب شو الاكيوميليتر، شو الافكتيف ادرس تاعي؟ هيو ميموري، اذا وتصف الان ميموري اوف. شو الافكتيف ادرس؟ هيو ميموري اوف اي دي ار، وخزنوا لي اياه بالاكيوميليتر. معناته تنفيذ هاي الجمله راح تكون ميموري اوف ميموري اوف اي دي ار حطوا لي اياه بالاكيوميليتر. هذا شباب بنسميه indirect address mode. اوكي، وهذا احنا حكينا عنه سابقا ترى وشرحناه بالتفصيل. طيب الان من الادرس مود الاخرى اللي ممكن احنا نشوفها بالبروسيسرز اوكي اللي هو اسمها relative address mode. relative address mode اوكي، الريلاتيف ادرس مود كيف يا شباب كيف يعني بتشتغل؟ الريلاتيف ادرس مود اوكي بتحسب لي الافكتيف ادرس عبر جمع الادرس فيلد هذا مع البروجرام كاونتر. اوكي مع البروجرام كاونتر، ف
فبالتالي بنجمع الادرس فيلد مع البروجرام كاونتر، بنجمعه مع بعضهم البعض، فبيطلعوا لي الافكتيف ادرس كنتيجه. فالافكتيف ادرس هو مجموع الادرس بارت اوف انستركشن مع الكونتنت اوف بي سي ريجستر. طيب هذا بيطلع لي الافكتيف ادرس، وبالتالي هذا الادرس هو عنوان الاوبرند تاعنا. طبعا من اسمه relative address معناته هذا بيعني انه، طبعا انتبهوا انه هاي الانستركشن تاعيتي قديش ببعد الاوبرند عنها، اوكي، وبالتالي هاي راح يكون الاوبرند ينحسب بكميه او مدى بعد، اوكي، يعني هذا الادرس هو عباره بيعبر عن مدى بعد الانستركشن عن الاوبرند تاعها. على كل حال الريلاتيف ادرس هيك الافكتيف ادرس بنحسب، اوكي شباب، اللي هو عباره عن جمع الادرسات مع البروجرام كاونتر. الان يا شباب بالريلاتيف ادرس مود راح نستخدم رمز الدولار ساين، هذا الرمز. فالان لما تشوفوا رمز الدولار ساين هذا بيعني انه عندنا المود تاعي هو ريلاتيف ادرس، اوكي، ريليتيف ادرس. الان بهاي الحاله راح تلاقوا الانستركشن تاعيتي راح تكتب كالتالي: لود مثلا دولار ساين اي دي ار. لما تشوفوا دولار ساين معناته الان ريليتيف ادرس مود. الان بهاي الحاله شو بتعملوا؟ اوكي، بهاي الحاله راح يكون عندنا الافكتيف ادرس هو عباره عن قيمه هذا الاي دي ار، تجيبوا قيمته تجمعوه مع البروجرام كاونتر الحالي مع البي سي، فبالتالي راح تكون هاي الافكتيف ادرس. الان اللود كيف بتشتغل؟ بتروح بتجيب لي ميموري اوف افكتيف ادرس تحطه بالبروجرام كاونتر. الان بالتالي اللود راح تجيب لي ميموري اوف الافكتيف ادرس راح يكون عباره عن الاي دي ار زائد البي سي، وتخزن لي اياه، اوكي، وبتروح بتجيب لي اذا اللود لهذا الاوبرند من الميموري اوف اي دي ار زائد البي سي، وبتخزن لي اياه وين؟ بالاكيوموليتر. اوكي، اذا هيك بالريليتيف ادرس مود، هيك الريليتيف ادرس مود بيشتغل. طيب في عندنا ادرس مود اخر يا شباب اسمه اندكس ادرس مود. بهاي الحاله يا شباب ببعض الريجسترات في عندنا ريجستر اسمه اندكس ريجستر. في بعض البروسيسورات في ريجستر اسمه اندكس، وبنحط هذا احنا في قيمه. فبالاندكس ادرس مود كيف بيشتغل؟ بكل بساطه الافكتيف ادرس راح يكون حاصل جمع الاي دي ار، عفوا الادرس يعني، مع الاندكس ريجستر. فبتجمعوا محتوى الاندكس ريجستر مع محتوى الادرس فبتجمعوهن فبيطلع عندنا الافكتيف ادرس. فهذا هو راح يكون هو عنوان الاوبرند تاعنا، عنوان الاوبرند تاعنا. وبالتالي الافكتيف ادرس راح يكون الادرس بارت اوف انستركشن مع الكونتنت اوف اندكس ريجستر، الكونتنت اوف اندكس ريجستر، وهذا بيطلع لي الافكتيف ادرس. طيب نجمعهم وبالتالي راح يكون هذا هو عنوان الاوبرند تاعنا. طيب الادرس بارت اوف انستركشن هذا بيمثل البيس ادرس اوف اري، يعني مثلا والله انا بدي اتعامل مع اري واقرا قيمها، فبالتالي الادرس بارت بيمثل البيس ادرس لاري عندنا. اما المحتوى الاندكس ريجستر بيمثل الاندكس نمبر، اوكي، ريليتيف تو ذا بيس ادرس، يعني هذا بيمثل الاندكس للاليمنت داخل هاي الاري. اذا هذا المود يستخدم اذا احنا ما نتعامل مع اري موجوده داخل الميموري، فبالتالي هذا الادرس راح يكون البيس ادرس لمين؟ اللي هو عنوان اول اليمنت بالاري، وهذا بيمثل الاندكس ريجستر بيمثل الاندكس لاول اليمنت بهاي الاري.
طبعا هذا اذا بدنا نحكي عن فوائد الاندكس ادرس مود. طيب الان شباب كيف يكتب هذا، يعني كيف هذا المود يمثل؟ لاحظوا يكتب كالتالي، مثلا طلعوا هذا المثال لود ADR بين قوسين X. لما تشوفوا هذا الرمز أو هذا الشكل، هذا بيعني أنه إحنا بنستخدم Indexed Address Mode. بهاي الحالة الـ Effective Address رح يكون يا شباب عبارة عن حاصل جمع الـ ADR اللي هو هذا الـ Address زائد محتوى الريجستر الـ Index Register اللي هو شو؟ طبعا له اسم، طبعا اسمه XR X register. طبعا بيكون في register اسمه index register وله رمز. فبالتالي الـ effective address هيك راح يكون. بهاي الحالة اللود شو راح تعمل؟ ميموري، دائما بنعرف اللود ميموري في effective address حطوا لي اياه بالاكيوموليتر، وبالتالي بهاي الحالة اللود راح تكون ميموري اوف ADR زائد XR وحطوا لي اياه بالاكيوموليتر. فبالتالي الاوبرن تاعي راح يكون عنوانه اللي هو حاصل جمع الـ ADR مع محتوى الـ register XR. هذا بنسميه Index Address Mode. الآن يا شباب في مود آخر اسمه Base Register Address Mode. Base Register Address Mode. أوكي. بهذا المود الـ Effective Address راح يكون حاصل جمع الإفكتيف أدرس، حاصل جمع الأدرس بارت من الإنستركشن مع مين؟ مع البيس ريجستر. فبالتالي هذول بنجمعوا مع بعضهم البعض اللي هو البيس أدرس البيس محتوى البيس ريجستر مع الأدرس تاعي اللي موجود بالإنستركشن. فبالتالي هذا هو الإفكتيف أدرس. وبالتالي يا شباب الإفكتيف أدرس هيك يحسب، وبالتالي ها راح يكون هو عبارة عن عنوان الأوبرن تاعنا بالذاكرة. وبالتالي الإفكتيف أدرس راح يكون الأدرس بارت أوف إنستركشن هذا مع الكونتنت أوف بيس ريجستر. في بالتالي راح يكون في عندنا ريجستر اسمه بيس ريجستر، هذا بيمثل لي البيس أدرس اللي هو عنوان الأساس. أما الأدرس بارت راح يكون هو بمثابة الديسبليسمنت relative to the base address، يعني الإزاحة من هذا البيس أدرس. فبالتالي هذا اسمه البيس ريجستر أدرسينج مود. إذن يا شباب هذولا أنواع المود المختلفة، أوكي، الرئيسية اللي ممكن إحنا نلاقيها بالمعالجات اللي موجودة واللي ممكن إحنا ندرسها. اوكي، فاحنا الان درسنا العديد من الادرس مود اللي ممكن تكون موجوده عندنا. طبعا احنا بالشابتر 5 والشابتر 7 درسنا فقط تو ادرس مود، اوكي، اللي هو ادرس الدايركت وادرس مود الاندايركت بالاضافه للامبلايد. هذا اول مود حكينا عنه، طبعا هذا كان بالريجستر ريفرنس انستركشن. اذا هذول يا شباب الادرس مود اللي ممكن احنا نلاقيها بأي معالج. طيب الآن يا شباب حتى نفهم الموضوع الأدرس مود، لأنه الأدرس مود كثير مهم، حتى نفهمه بشكل ممتاز، أوكي، خلينا نشوف المثال اللي موجود أمامنا. طلعوا لي يا شباب على هذا المثال. طيب هذا المثال يا شباب في عندنا، أوكي، instruction بدنا ننفذها على كل الأدرس مود اللي درسناها. طيب طلعوا لي الانستركشن تاعيتي هيها لود، هاي الانستركشن تاعيتي شباب لود تو اكيوموليتر، اللود بدي انفذها مود. طبعا في بتات بتمثل المود والادرس فيلد 500، فهاي هي الانستركشن تاعيتي. فبتلاحظوا عندنا بهذا المثال الانستركشن موجوده على تو، ايش؟ على تو وورد بالميموري، يعني موجوده على 200 و201، وبالتالي النكست انستركشن موجوده على 202. اوكي؟ طبعا احنا كان بالمثال اللي او بشابتر 5 وشابتر 7 كانت الانستركشن موجود طولها نفس طول الوورد بالميموري،
لكن هون بتلاحظوا انه ممكن الانستركشن تكون اطول من الوورد بالميموري، عادي ما في اي مشكله. اذا الانستركشن تاعيتي موجوده على 200 و201. طبعا لما الكمبيوتر بده يجيب هاي الانستركشن راح يعمل لها فيتش من الذاكره على دفعتين، فراح يجيب من 200 وبعدينك من 201. الان النكست انستركشن على 202. الان لو قلت لكم يا شباب بدي تنفذوا لي هاي الانستركشن، هاي اللود هيها على المود المختلفة، اوكي يعني المود بدنا على المود المختلفة، اوكي يلا نفذوا لي اياها وبدنا نشوف شو محتوى الاكيوموليتر، اوكي بدنا نشوف شو محتوى الاكيوموليتر عند تنفيذ هذول الانستركشن، عند تنفيذ الانستركشن اللود على المود المختلفة. ماشي شباب؟ يعني شو محتوى الاكيوموليتر تاعي؟ يلا نفذوا لي هاي الانستركشن على المود المختلفة. طبعا عندنا البروجرام كاونتر اكيد اوكي راح يكون 200 تمام مبدئيا انيشيالي، الار 1 400 ريجستر اسمه ار 1 في قيمه 400، ريجستر اسمه اكس ار في قيمه 100، هاي ريجستر تمام الاندكس ريجستر قيمته 100، والاكيوموليتر اكيد بدي اشوف شو قيمته عند تنفيذ لود هاي الانستركشن. طيب يلا يا شباب نفذوا لي الانستركشن اللي على موقع 200 على المود المختلفه، وهاي هي القيم الابتدائيه. يلا يا شباب نفذوا لي هاي الانستركشن، طلعوا لي لان قديش قيمه البروجرام كاونتر 200، بالتالي لما نعمل فيتش للانستركشن تاعتنا، لما نعمل فيتش للانستركشن تاعتنا فراح نجيب هاي الانستركشن اللي على موقع 200، فبالتالي لما نجيبها ما ننتبه انه بالفيتش البروجرام كاونتر راح يتعدل، فقديش راح يصير يا شباب؟ 202 صح؟ لما نعمل فيتش لهاي الانستركشن فاكيد البروجرام كاونتر بده يصير ياشر على النكست انستركشن، ف 100% راح يصير ياشر على 202. طيب يعني هاي ما بدنا ننساها. طيب يلا اطلعوا لي الان نفذوا لي هاي الانستركشن لما المود تاعي يكون دايركت ادرس، اوكي لما يكون دايركت ادرس. يعني لو واحد تيك كتب لود اي دي ار، لود اي دي ار اوكي لحظه انا كاتب لكم اياها بالشكلين، يعني لو قلنا لكم نفذوا لي هاي الانستركشن لود اي دي ار، او قلت لكم بدي المود تاعي ادرس، لازم تعرفوها على الجهتين انه دايركت ادرس. ممتاز. طيب يلا شباب اذا هاي عندنا هاي دايركت ادرس، فالان شو الافكتيف ادرس يا شباب لما تكون هاي عباره عن دايركت ادرس؟ شو الافكتيف ادرس؟ افكتيف ادرس ما هي دايركت يا شباب، بما انها دايركت معناته 100% ال 500 هي عباره عن الافكتيف ادرس، وبالتالي نفذوا لي هاي اللود، هاي هاللود ما هي لود تو اكيوموليتر، فبالتالي معناته راح تجيب لي ميموري اوف 500 وتحط لي اياها بالاكيوموليتر. اذا ميموري اوف 500 قديش ميموري اوف 500؟ هيها 800، وبالتالي ال 800 راح تنحط وين؟ بالاكيوموليتر. اذا قيمه الاكيوموليتر راح تكون 800، اذا الاي سي راح يكون 800. هيا اوكي اذا هيك قيمه الاكيوموليتر. ماشي شباب؟ طيب لما ننتبه الاي دي ار، هاي شايفينها الاي دي ار، هذا الاي دي ار يا شباب هو هيو 500، يعني هاي عباره عن لود الاي دي ار ليبل قيمته 500، وكيف عرفت انا؟ هي طلعت على الادرس فيلد قيمته 500. طيب فالاي دي ار هو الادرس فيلد. إذا بتلاحظوا الانستركشن تاعيتي هيها الانستركشن تاعيتي 3 فيلد، الاوب كود والمود والادرس فيلد. طيب الآن يلا نفذوا لي هاي الانستركشن
نفذوا لي هاي الانستركشن لما يكون الانستركشن تاعيت المود تاعها indirect. هيا indirect. طيب الان كالتالي الindirect تكتب load at ADR. هيا اصلا load مو بقول لي load. المود هو حكينا عنه بهذا المثال افرضوا indirect. الادرس 500 معناته هذا عباره عن الادرس فيلد. طيب يلا شباب كيف الاندايركت؟ راح تكون هاي ال 500 هي هي عنوان الاوبرند. عفوا 500 راح تكون هي عنوان الخليه اللي فيها عنوان الاوبرند. تمام؟ وبالتالي بالاندايركت ادرس راح يكون الافكتيف ادرس هو ليس الاي دي ار ليس ال 500 راح يكون ميموري اوف 500. هذا عباره عن الافكتيف ادرس. اوكي ميموري اوف 500 طبعا ليش؟ لانها اندايركت. هيها طبعا انا عرفتها من الرمز او ممكن السؤال يحكي لي. وبالتالي الافكتيف ادرس ميموري اوف 500 معناها الافكتيف ادرس شو راح يكون يا شباب؟ ميموري اوف 500 800 يعني. اوكي وبالتالي الافكتيف ادرس هو 800. هيا طب يلا اللود يلا نفذول اللود. اللود راح تجيب لي ميموري اوف افكتيف ادرس وبالتالي اللود كيف بتتنفذ؟ memory of effective address يعني memory of 800 حطوا لي اياه بالاكيوموليتر. اذا بهاي الحاله memory of 800 memory of 800 هيها 300 وبالتالي ال 300 هي memory of 800 اللي راح تنحط بالاكيوموليتر وبالتالي الاكيوموليتر تاعنا الان قيمته راح تصير 300. اذا هيو الاكيوموليتر تاعي 300. تمام اذا هاي الاندايركت. يلا على الادرس مود اللي وراه. الادرس مود اللي وراه الريليتف. افرضوا واحد تيك كاتب لود اشاره دولار ساين اي دي ار معناته هاي 100% ريليتف. هيها الريليتف ممتاز. الريليتف طبعا عرفت من اشاره الدولار ساين كيف بتشتغل الريليتف. يلا الان نفذوا لي هاي الانستركشن لما المود تاعي ريليتف. طبعا اكيد البي سي بده يكون 202 ناش ننسى هاي. يلا نفذوا لي اياها هاي الانستركشن لما المود ريليتف. طيب يلا الان شو الافكتيف ادرس بالريليتف؟ الافكتيف ادرس بالريليتف راح يكون هو عباره عن حاصل جمع الادرس اللي هو الاي دي ار اللي هون 500 زائد البروجرام كاونتر. صح؟ زائد البروجرام كاونتر. قديش قيمه البروجرام كاونتر واحنا نعمل اكسكيوت لهاي الانستركشن؟ راح يكون 202 معناها الافكتيف ادرس راح يكون 500 زائد 202 وتساوي 702. 702 هذا هو الافكتيف ادرس. اذا هي طيب الان يلا اللود. اللود اللي هي عباره عن ميموري اوف افكتيف ادرس ميموري اوف 702 حطوا لي اياه بالاكيوموليتر. وبالتالي وين ميموري اوف 702؟ هيها 325. فبالتالي ميموري اوف 702 325 راح تنحط وين؟ بالاكيوموليتر. اذا قيمه الاكيوموليتر تاعي راح تكون 325. هاي يا شباب بالنسبة لتنفيذ الانستركشن إذا المود تاعي ريليتف. طيب اللي وراها الاندكس. اوكي او اللي وراها هنا خلينا اذا عملنا الدايركت وعملنا الاندايركت وعملنا الريليتف خلينا نعمل الاميديت. يلا يا شباب الاميديت. تمام يعني نفذوا لي هاي الانستركشن
إذا المود تاعي immediate طبعا بيكون مكتوب load إشارة الهاش number، هاي معنى immediate. طيب البي سي طبعا راح يكون أكيد 202 وإحنا ننفذ هاي الانستركشن. إذن الإميديت يلا طلعوا لي الشباب. إيه شباب هون بالإميديت مود شو اتفقنا؟ إنه النمبر تاعي راح يكون موجود داخل الانستركشن نفسه، وبالتالي يا شباب هذا هو الأوبرن تاعي الخمسمية. فإذا المود إميديت معناته الرقم هذا الخمسمية هو الأوبرن تاعي. طبعا هون ما في افكتيف ادرس صح؟ ليش؟ لانه كانه الادرس هو عباره عن جزء من الانستركشن، وبالتالي هو اوكي يعني الاوبرن تاعي موجود ضمن الانستركشن، وبالتالي ما في افكتيف ادرس. فبتلاحظوا انه هنا ما حاط مش حاط افكتيف ادرس. طب لحظه وين الاوبرن تاعي؟ بما انه اميديت معناته هذا ال 500 هذا الرقم هو الاوبرند تاعي، معناها الاوبرند هو ال 500. طيب الجمله لود، جمله لود، فاللود بتحط الاوبرند بالاكيوميليتر، فال 500 راح تنحط وين؟ بالاكيوميليتر. فبالتالي 100% الاكيوميليتر راح يصير يحتوي على 500. اوكي اذن هيك الاميديت بيشتغل. طيب اذا لاحظوا بالاميديت مود طوالي الاوبرن تاعنا هيو بتجيبوه من هون، يعني ما بتجيبوه من الميموري، بتجيبوه من نفس الانستركشن. طيب تعالوا نشوف التنفيذ الانستركشن تاعيتنا، تنفيذ الانستركشن تاعيتي اذا المود تاعي ايش؟ اندكس ادرس. يلا نفذوا لي هاي الانستركشن. اذا المود تاعي اندكس ادريسنج، طبعا اوكي هيك الانستركشن. لاحظوا جاي على توورد بالميموري على 200 و201، وبتلاحظوا ان الانستركشن مقسمه لثلاث اجزاء اللي هو الاوبريشن اللي هون عند اللود، والمود اللي هنا احنا نعتبره الان اندكس ادرس، والادرس فيلد قيمته 500. طيب الان يلا لود، طبعا هيك بتكون مكتوبه لود اي دي ار، طبعا هو راح تكون الاي دي ار 100% 500 اوف حاط بين قوسين اكس، هاي معناته لما تشوفوها معناته هاي 100% اندكس ادرس. طيب الافكتيف ادرس شو كيف بنحسب؟ هو عباره عن مجموع الاي دي ار اللي هو مجموع الاي دي ار يعني 500 راح يكون بهاي الحاله، زائد الاندكس ريجستر اللي هو الاكس ار. قديش الاكس ار قيمته؟ 100. فبالتالي بحط الان 100. فبالتالي هنا راح يكون الافكتيف ادرس 600. وبالتالي بالاندكس ادرس الافكتيف ادرس 600. طيب اللود يلا نفذ اللود. اللود دائما بتجيب لي ميموري، نفذوا لي اللود. اللود بتجيب لي ميموري اوف افكتيف ادرس، وبتحط لي اياه يا شباب وين؟ بالاكيوميليتر. الان الافكتيف ادرس 600 معناه راح نجيب ميموري اوف 600 ونحطه بالاكيوميليتر. الان الميموري اوف 600 900، هيو هاي الميموري اوف 600 900، فراح الان نجيب ال 900 ونحطه وين؟ بالاكيوميليتر. الان اذا قيمه الاكيوميليتر راح تكون قديش؟ 900. اوكي شباب تمام. وبالتالي يا شباب هاي هي تنفيذ الانستركشن تاعيتي لما لو المود تاعي هو اندكس ادرس. طيب يلا على الحالة اللي وراها الآن نفذوا للإنستركشن هاي مرة ثانية. إذا المود تاعي إيش؟ ريجستر. يلا نفذوا لي إذا المود تاعي ريجستر.
فهون شو بقول لي؟ اوكي اذا المود تاعي ريجستر بقول لي الان لود ار1، ايوه يعني الريجستر تاعي هو الار1 اللي بدي نتعامل معه. طيب الان شو معنى لود ار1؟ طبعا انتبهوا بيكون حاط لي الانستركشن وبعدينك حاط لي واحد من الريجسترات اوكي الموجوده عندنا، فهون حاط لي ار1، ار1 هو ريجستر، تمام؟ ننتبه. طيب لود ار1، ار1 هو ريجستر، معناته 100% هذا المود تاعه هو ريجستر دايركت، ريجستر دايركت بنسميه احنا، اوكي ريجستر. الان سؤال، لما تقولوا له لود ار1 وين الاوبرن تاعي موجود؟ الاوبرن تاعي داخل الريجستر ار1، هيا هذا هو الاوبرند. طبعا شو الافكتيف ادرس؟ انا ما في افكتيف ادرس لانه فعليا الافكت يعني ما في افكتيف ادرس، ليش؟ لانه الاوبرند داخل الريجستر، تمام؟ الاوبرند داخل الريجستر، وبالتالي بهاي الحاله احنا بنحكي افكتيف ادرس اذا كان الاوبرند داخل الميموري، فبنحكي الافكتيف ادرس. فبتلاحظوا اي كيس اي كيس بيكون فيها الاوبرند داخل الميموري هون نحن بنطلع الافكتيف ادرس تاعه، لكن الاوبرند تاعه هون موجود داخل ريجستر، فبالتالي بهاي الحاله بنحكي انه يعني ما نقدر نطلع الافكتيف ادرس، اوكي، وبالتالي ما في عندنا هون افكتيف ادرس. طيب اذا الاوبرند تاعي داخل الار1، فمباشره اللود شو بتعمل؟ بتحط لي الاوبرند داخل الاكيوموليتر. فالان وين الاوبرند؟ داخل الار1. فالان بروح على الار1 بتجيب الاوبرند تاعي اللي هو قيمته 400 وبحطه بالاكيوموليتر، معناته قيمه الاكيوموليتر راح تكون 400. طيب فبالتالي بس نفذنا هاي الانستركشن، اوكي لما ننفذ هاي الانستركشن اللي هو اللود 100% راح يروح على ال 400 وحط لي اياها وين؟ بالاكيوموليتر. طيب خلينا نشوف تنفيذ الانستركشن تاعيتنا لو كان المود ريجستر اندايركت. الان نفذوا هاي الانستركشن، طبعا انستركشن لود اكيد هي، لما المود تاعي ريجستر اندايركت من اسمه يعني انه الريجستر في عنوان الميموري. طيب طبعا هيك رمزها لود اسم الريجستر بين قوسين دائريات. طيب اذا هاي اللود ار1 لما تتحول طبعا راح تتحول لهيك اكيد، لود تو اكيوموليتر مود، اوكي. طيب الان بهاي الحاله لود ار1 اوكي شو كيف راح تنحسب؟ الان انتبهوا ريجستر اندايركت، بالريجستر اندايركت راح يكون الافكتيف ادرس تاع الاوبرن تاعي موجود داخل الريجستر ار1، فمحتوى الار1 هو عنوان الاوبرند. انتبهوا الار1 عنوان الاوبرند، وبالتالي بهاي الحاله الافكتيف ادرس راح يكون هو محتوى الريجستر ار1، اوكي، او الار1 هو الافكتيف ادرس. ليش؟ لانه الاوبرند تاعي راح يكون عنوانه مخزن بالار1، وبالتالي الافكتيف ادرس راح يكون هو محتوى الريجستر ار1، هذا الافكتيف ادرس انا بحكي، تمام. فبالريجستر اندايركت هيك بتشتغل. الان قديش قيمه الار1؟ 400، معناها ال 400 هي راح تكون عنوان الاوبرند تاعي، وبالتالي بما انها هي عنوان الاوبرند من الميموري معناته هي الافكتيف ادرس. طيب بهاي الحاله كيف تنفيذ هاي الانستركشن يا شباب؟ راح يكون ميموري تنفيذ اللود ميموري اوف افكتيف ادرس، حطوا لي اياه بالاكيوموليتر، يعني ميموري اوف 400 هو اللي راح نحطه بالاكيوموليتر، معناته ميموري اوف 400 اللي هو هاي 400، ميموري اوف 400 يعني 700 هو اللي راح ينحط بالاكيوموليتر. اذا قيمه الاكيوموليتر تاعنا يا شباب راح تكون 700، اذا الاكيوموليتر راح يتخزن فيه 700، هيها.
ممتاز، يلا علي بعدين. نفذوا لي هاي الانستركشن لما المود تاعنا اوكي اوتو انكريمنت. هاي اوتو انكريمنت، طبعا اوتو انكريمنت هيك بتكون مكتوبه لود ار 1 بين قوسين بلس. لود ار 1 بين قوسين بلس هاي شو معناها؟ معناته انه هاي الانستركشن تاعيتي يا شباب هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن الانستركشن تاعيتي هاي هي عباره عن هي عباره عن انستركشن المود تاعها اوتو انكريمنت. طيب الان لود ار 1 بلس كيف هاي بتتنفذ يا شباب؟ اوكي يعني مره ثانيه، اذا كانت من ننفذ هاي الانستركشن وكان عندي المود هو عبارة عن auto increment. طيب كل بساطة، بما أنه auto increment بما أنه post معناه عملية الزيادة على محتوى الـ R1 راح تكون لاحقة. فالآن بالتالي بهاي الحالة الـ R1 طبعا انتبهوا بين قوسين دائريات معناته هاي عبارة عن indirect، معناته الـ effective address هو محتوى الـ R1، يعني الادرس للاوبرنت هو الار 1 وبالتالي الافكتيف ادرس راح يكون هو محتوى الار 1. اذا ال 400 راح تتخزن الان راح تكون هي الافكتيف ادرس. اوكي 400 راح تكون هي الافكتيف ادرس. طب بعدينك الجمله لود، فاللود راح تجيب ميموري اوف 400 وتحط لي اياه وين؟ بالاكيوموليتر. الان ميموري اوف 400 700 هيها، هاي ميموري اوف 400 تمام. اذا ميموري اوف ادرس 400 يعني 700، حطوا لي اياه بالاكيوموليتر. اذا قيمه الاكيوموليتر الان تاعي راح تكون وين الاكيوموليتر؟ راح تصير 700. هيها بس لحظه، خلصت الانستركشن؟ لا، هاي في انكريمنت تون، بس انكريمنت لمين؟ لمحتوى الار 1. الان الار 1 راح يزيد بواحد، وبالتالي بعد تنفيذ هاي الجمله الار 1 راح يصير 401. اوكي راح يصير 401. اذا هيك بصير فعليا تنفيذ الانستركشن تاعنا. طيب الان خلينا نشوف اخر حاله. لو قلت لكم الان نفذوا لي الانستركشن تاعيتنا هاي لم اذا المود تاعي اوتو ديكريمنت على الار 1 طبعا بري، طبعا البي سي راح يكون 100% لما نعمل فيتش لهاي الانستركشن راح يكون 202 بيأشر على النكست انستركشن. طب يلا يا شباب نفذوا لي اياها هاي الاوتو اوتو ديكريمنت. تمام هاي الاوتو ديكريمنت طبعا هي لود ماينس ار 1 بين قوسين دائريات، ف 100% هاي اوتو ديكريمنت بري. بس معناته اول شيء شو بنعمل؟ بنطرح محتوى الريجستر بواحد، هاي اول شيء بنعمله. فالار 1 قيمته 400 بنطرحها بتصير 399. بدنا ننتبه هاي الارقام يا شباب اللي موجوده عندي هون كلها بالديسيمال، كلها بالديسيمال، فبالتالي لهيك ال 400 ناقصه 1 399. فهي الارقام بالديسيمال، طبعا احنا بنحكي لكم انها ديسيمال او هيكسا او اي اوكي او اي نوع. وبالتالي يا شباب 400 ناقص 1 399. طيب اذا هاي اول نقطه بنعملها. الخطوه الثانيه بنطلع الافكتيف ادرس. الافكتيف ادرس راح يكون هو عباره عن ايش؟ بما انه اندايركت طبعا هي بين قوسين دائريات معناها الافكتيف ادرس هو محتوى الار 1. فمحتوى الار 1 الان قديش؟ 399. اذا ها هو هذا هو الافكتيف ادرس. شو رايكم؟ اوكي هذا هو الافكتيف ادرس تاعنا الان. يلا طلعوا لي اوكي هذا الافكتيف ادرس. الان يلا نفذوا لي اللود. فالان ميموري اوف افكتيف ادرس راح نحط بالاكيوموليتر، هيك اللود بتشتغل الان. يعني ميموري اوف 399، ميموري اوف 399
حطوا لي اياه بالاكيوميتر، قديش ميموري اوف 399؟ هيها 399 الميموري تاعي 450، اذا 450 هي اللي راح تنحط بالاكيوميتر، اذا قيمه الاكيوميتر راح تكون 450. اوكي شباب، اذا يا شباب هاي هو عباره عن تنفيذ الانستركشن تاعيتنا على المود المختلفه اللي تعلمناها. طبعا هذا الموضوع كثير مهم، اوكي، وبالتالي ادرسوا عليه يا شباب، اوكي، موضوع كثير مهم.